السلام عليكم الخوت، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. كنتمنى كلشي يكون احسن حال. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو، هذا لاول مره كتشوف هذا الفيديو، طبعا ابوناو بارطاجيو الفيديو. فيديو غيكون ريفيو ان شاء الله بحول الله على هذا الهاتف الجديد كما كتشوفوا، اللي النوع ديالو الاخوان التيل ا 58. في هذا الريفيو هذا ان شاء الله بحول الله تعرفوا على الجيجات اللي في هذا الهاتف، المميزات اللي فيه، الديزاين اللي فيه. بارطاجيو هذا الفيديو، وانتم مع الفيديو تتعرفوا كل شيء، الجيجات ديالو، لا رام، الكاميرات ديالو، المهم اي حاجه في هذا الهاتف غتعرفوها في هذا الفيديو هذا. تبارك الله عليكم الخوت، شكرا على الدعم ديالكم. المهم كما كتشوفوا الاخوان، الهاتف هو هذا السيري ديالو الايتيل ا 58، جديد الاخوان، الديزاين فيه واعر، تو على بركه الله الفتح ديال العلبه. كما كتشوفوا معنا الهاتف ها هو فينو مزيون الاخوان، فيه الديزاين واعره كما كتشوفوا معايا. المهم في هذا الفيديو ان شاء الله تتعرفوا على الجيجات ديالو، على الرام، على كل شيء ديالو. كما كتشوفوا الاخوان الديزاين اللي في الهاتف مزيونه بزاف كما كتشوفوا معايا. شوف الظهر ديالو كيفاش عامل، جا حرش باش ما يهزش الوساخ بزاف، الديزاين جات فيه واعره كما كتشوفوا هنا. هنايا الاخوان عنده جوج كاميرات كما كتشوفوا، والفلاش، الفلاش الوسط هنايا بسم اللور، هنا كاين واحد الباف عنده هنايا كما كتشوفوا معايا. وهنايا الاخوان كما كتشوفوا هنا كاينه كاميرا كما كتشوفوا بلا فلاش، هنا عنده البوطون ديال الشعيل والزائد والنقصان في هاد الجهه ديال اليمين كما كتشوفوا معايا. هنا عنده ميكرو، عنده البياسه ديال السارج عندها علاقه مع الميكرو، جاو سوديين مع بعضيتهم، سميطه وحده. هذا بالنسبه للهاتف. عنده الاخوان باش نشرحوا كل شيء عاد ندوزوا للعلبه. كما كتشوفوا هنا الاخوان عنده، الا بغيتوا تحيدوا له الظهر ديالو كتجيو هنا لواحد الفران ها هو فينو، كتفتحوه بهذه الطريقه هذه اللي سهله باش ما تهرسوه ما حتى حاجه. كما كتشوفوا معايا كما كتشوفوا الاخوان هنا نوريكم الظهر ديال الهاتف. كما كتشوف معايا عنده باتري فيكس كما كتشوفوا، المهم صراحه مزيون الخدمه يعني الدراوش. من بعد نقول لكم الثمن. كما كتشوفوا هنايا، هنايا الكارت الاولى الثانيه، الكارت الاولى والثانيه، وهنا كارت ميموار كما كتشوفوا معايا. صافي نرجعوا دابا هاد الظهر ديالو ونشوفوا العلبه شنو فيها. كما كتشوفوا معايا الاخوان، هذه الميكا ديال التليفون كما كتشوفوا معايا الاخوان، هذه واحد الفرندة كتجي معاه، هذه فابور كتجي ريقالو مع الهاتف، نجربوها له طبعا باش تشوفوها. كتشوفوا الاخوان، المهم هاتف مزيون صراحة. شو كتجي معاه هذه ريقالو كما كتشوف معايا، كتجي مزيونة في الخد في المنظر ديالها، كتعطي منظر مزيون. شحال الاخوان ما حطيتكم شي فيديو، كنحاول ما امكن دابا كنعملو لايفات بزاف في تيك توك، تيك توك الاسم تيك توك عايز كنعملو لايف تيك توك الاخوان، مكنتش كنزل لكم بزاف فيديوز. مرحبا بكم الاخوان تما، الاسم عايز لمياء. كما كتشوفو الاخوان هنايا ليكيت، وهنا الراس ديال الشحن كما كتشوفو ايتيل، هنا الكابلي ديال الشحن، وهذا الكابلي ديال الشحن كما كتشوفو الاخوان. وهنا الاخوان بقات العلبة، هنا هاد الكتاب ديالو ديال الهاتف، ديال الصناعة، ديال الكارانتي، بزاف د الحوايج فيه، فيه الهاتف كيفاش كيدخل في الصاج كما كتشوفو، فيه الزائد والنقصان، فيه كاينة بطونات الشعيل، فيه لاكارت فين كتجي كما كتشوفو هنا، هاد السيستيم اللي كيعطيوكم هنا، كيعطيوكم الكراتي فين كيجيو. المهم هاد الكتاب مهم اللي عطاه الوقت، اللي معطاهش الوقت راه ما ماشي مهم الصراحة. يعني إلا بغيتي تقرا شي حاجة وتعرف شنو كاين، خذ هاد الكتيب هذا. هادشي اللي كاين الاخوان، ودابا غنعطيكم نرجعو هادشي في المكان ديالو، غنشعلكم الهاتف ان شاء الله بحول الله. شوف هادشي في المكان ديالو، دابا الاخوان غنشعلكم الهاتف. هنا الاخوان كما كتشوفوا غيطلع لكم الجيجات ديال الهاتف والكاميرات ديالو والرام ديالو، و يعني اي حاجه على الهاتف غتشوفوها هنا في هاد الميساجات، والمعالج ديالو طبعا هو ما فيهش شي معالج مزيون، ولكن شويه شويه يعني
ما بينه وبين الديل ديال الهاتف الاخوان الديل 56، وهنايا كما كتشوفوا الحجم ديال الشاشه ديالو الاخوان 6x6 الاش دي مزيونه الاخوان، والباتري كما كتشوفوا 4000 ملي امبير يعني مزيونه صراحه، مورمال 4000 راه مزيان تكون شي 3250. وكما كتشوفوا هنايا الميموار الاخوان 16 جيجا مزيانه حتى هي ما كتبلونطا ما والو شويه، المهم يصلحش للالعاب صراحه. الرام كما كتشوفوا 1 جيجا اندرويد 11 جو كما كتشوفوا. المعالج ديال الهاتف اسكا 77 31 الاي، النوع ديال المعالج ديالو الاخوان هو هذا، مهم ما بينه وبين ماشي شي معالج ولكن يقضي مزيان. المهم الاخوان من بعد ما شفتوا الجيجات اللي كاينه في الهاتف وشفتوا الرام ديالو وشفتوا اي حاجه كتعلق بالهاتف، غنجيو نشعلوا الهاتف ونخدموه نشوفوا. نسولوا هاد السواق هادي بسم الله على بركة الله. ومن الاخوان الهاتف صراحة مزيون الخوت بزاف ضعيلة يعني الناحية الناس اللي مثلا ما غتشري تليفون عادي، هذا ننصحكم به مزيون بزاف اللي في الخدمة ديالو ما كيتقالشي يعني كيما شفتو 16 جيجا مزيون بزاف الاخوان والله، عاد خرج جديد ديزاين اللي فيه مزيونة احسن من الـ 58 كيشعل بهاد الطريقة الاخوان كيما كتشوفوا. يشعل بهذه الطريقة الإخوان كما كتشوف معايا، كيتعطل شوية حيت شوف غنوريكم دابا الطريقة كيفاش تأكتيفيو الهاتف ديالكم، كيفاش الهاتف كيجي جديد ما كيجيش مفتوح ديريكتومون نوجهو، كيجي كما كتشوفو كيجي عاد تأكتيفيه، وإلا مشيتو كاع مشيتو فشي طريقة أخرى مثلا كما كتشوفو كيطلب أكتيفاسيون يعني بالتدقيق، الا خليتو الطريق ومشيتو في الطريق راه تقدروا تعملوا له الجيميل تفورماطيوه بزاف د الحوايج تعملوا له الكود وتنساوه. انتو كيفاش هنا كتاكتيفي اللغه كما كتشوفوا معاه، هنا كتعمل ريجيستري، هنا كيطلبكم الواي فاي بالتدقيق عليه بشويه، كيطلب شويه ديال التفكير بالنسبه للناس اللي ما عارفين شي ماشي ولا الدومين. هنا كتعملوا الواي فاي دخلوا، من بعد ما عملنا الواي فاي الاخوان تاكسيفيوها بهذه الطريقه هذه، كيطلب شويه ديال الصبر كما كتشوفوا، والاثمنه ديال الاخوان عامل 900 درهم اللي بغى شي حاجه مرحبا. كما كتشوفوا الاخوان هنا كتعملوا اكسيفي تمام مضخم فيهم صراحه ومزيون، الهاتف كبير ويستحق الشراء كما كتشوفوا. الا كتعملوا كونتين بهذه الطريقه الاخوان بالضبط كتاكسيفيو الهاتف ديالكم، هي بشويه عليكم باش كتاكسيفيوها في طريق صحيح، اي حاجه كتسناوها باش هذا باش تاكسيفيكم الهاتف. وشكرا بزاف الاخوان على الدعم ديالكم والله كنشكركم بزاف، حيت الفيديو كيتشافوا ديك 2000 تبارك الله تبارك الله، وابوني يعني كتابوناو معايا صراحه، الناس بزاف الناس كيفكوا المشاكل ديالهم يعني صراحه الله. كنعمل لكم ديك الفورماطاج راه بزاف الناس مساكن كيكونوا واحلين وكنوريهم كيفاش، المهم انا معاكم اي حاجه كتبان لي نعدلها كنعدلها، من ناحيه الريزيت من ناحيه غندخل لكم ان شاء الله بحول الله الفلاش بزاف د الحوايج غندخلو معايا، كنستنى الوقت ما عنديش حيت كنخدم على واحد القناة اخرى نتوما عارفينها قناة ديال لي فلوغ، كتبوا هاي عز لم يأطلعكم انا نخليكم تحت هذا الفيديو هذا. كما تشوفوا الاخوان هذا الهاتف غيشعل غيخرج نوجهو، هذه هي الطريقة الاخوان الصحيحة اللي تقدر تخرجوا الهاتف ديالكم. اي واحد شاف هذا الفيديو عمل لايك معاه ما خسر والو، شجعوا ولاد الشعب. مهم كما كتشوفوا الاخوان كيتعطل واحد شويش يتاكسيفا، شوفوا كتسناوه تيتاكسيفا، كما كتشوفوا الاخوان الشاشه ديالو كبيره مزيونه كما كتشوفوا معايا. نشوفوا البارامتر ديالو كتشوفوا الاخوان،
كما كتشوفوا الاخوان ها الجيجات ديالو لارام كما كتشوفوا 16 جيجا وحده في الرام كما كتشوفوا. نشوفوا الكاميرا ديالو واش مزيونين. شوفوا الكاميرا ديالو كنحاول نشرح التفاصيل. شوف الحجم اللي كتكون جديده ما كتكونش مأكسيفي. واو الكاميرا ديال واعره الاخوان كما كتشوفوا. شوفوا تي كيبان واضح وباين كتشوفوا. شوفوا القدام شوفوا الاخوان شوف شوف المهم ما بيهاش شويه مزيونه هنا الفيديو عاوتاني كما كتشوفوا. المهم شويه كاميرا ماشي شي كاميرا ولكن شويه ديباناج. المهم هادشي اللي كاين الاخوان ونتمنى الله هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناه باش يوصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم شكرا للدعم ليكم. القناه الثانيه ديال الفلوغات نحط لكم هنا تحت هذا الفيديو. تابوناو معنا الاخوان